الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. للمحبة بين الناس بإذن الله، وأسهلها وهو هذه الطريقة التي سأقول تبعها يوميا بإذن الله. أستغفر الله الودود وأتوب إليه، أستغفر الله الودود وأتوب إليه، تقول 1000 مرة في الصباح يوميا، ومن لم يستطع ممكن يقول 500، ولكن 1000 مرة يوميا ترى مفعوله يوميا عليك بإذن الله. المحبة بين الناس، تقول في الصباح أستغفر الله الودود وأتوب إليه، لما تستيقظ مباشرة في أي وقت استيقظت تقول 1000 مرة يوميا، ترى العجب من القبول والمحبة إليك بين الناس، خصوصا في العمل، الزواج، زوجك، أبنائك، يعني أي شخص، أي شيء فيه المحبة سيتفاعل معك بإذن الله، مع الأبناء، مع الزوج، مع الخطيب، مع الأب، مع العائلة، في العمل، مع الناس، القبول في العمل، فهمتم؟ تبدأ تقوله يوميا سترى إن شاء الله، أستغفر الله الودود وأتوب، تقول 500 أو العدد الأكبر 1000 مرة يوميا في الصباح، ترى العجب إن شاء الله للمحبة للناس إليك إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.